التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين بمختلف المجالات خاصة العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في الشرق الأوسط. وخلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مشددا أن حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل. ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده للقيادة المصرية ودور مصر المهم في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة في شق التعاون الدفاعي. نائب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. جاء ذلك في إطار الاحتفالات بيوم الشهيد الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس 1969. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري، كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة. وبمناسبة يوم الشهيد، قال قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية أن الشعب مدين لكل الشهداء، فبدونهم لم تكن بلدنا لتعيش أو تنمو أو تثمر، موجها التحية لكل أسرة قدمت شهيدا على أرض مصر في مختلف المجالات. وخلال عظته الأسبوعية من الكاتدرائية المرقصية، أضاف البابا تودروس الثاني أن الشهيد له قيمة رفيعة على الأرض وأيضا له مكانة كبيرة في السماء. أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة. وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم وحتى 2030. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 من مارس الجاري. قال تقرير للاستخبارات الأمريكية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيجري على الأرجح تجربة نووية جديدة. وأفاد التقرير أن كيم يعتبر على نحو شبه مؤكد أن الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات هي الضامن الأكبر لنظام حكمه، ولا نية لديه للتخلي عن تلك البرامج، إذ يعتقد أنه على مر الوقت سيحظى بقبول دولي كقوة نووية. وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية تعتمد في تمويل برنامجها النووي جزئيا على عائدات أنشطة إجرامية بما في ذلك سرقة العملات المشفرة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تعترض على زيارة تعتزم رئيسة تايوان ساي إينغ وين القيام بها إلى كاليفورنيا للقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن ماكارثي. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الرحلة المرتقبة لتساي إلى الولايات المتحدة بالترانزيت وليست زيارة.
ورياضيا، تأهل بايرن ميونخ لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليونز أرينا في إياب دور 16 من دوري الأبطال. وكان بايرن قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف ليتأهل العملاق البافاري لدور الثمانية بثلاثية نظيفة في اللقاءين. وفي مباراة أخرى نجح ميلان في العبور للدور الربع النهائي بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه توتنهام في المباراة التي جمعتهما على ستاد توتنهام، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.